السلام عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد من داخل محافظة دمياط. زي ما احنا متعودين معاكم دايما بنبحث عن كل جديد وبنبحث عن كل ما هو إيجابي، والنهاردة احنا في مدينة الزرقاء وتحديدا قرية دقهلة التابعة لمركز الزرقاء في محافظة دمياط، وكان لنا لقاء مع الأستاذة حسناء صلاح أول مأذونة في محافظة دمياط بقرار رسمي من وزارة العدل. أستاذة حسناء يعني كانت بتحاول إن هي تثبت إن المرأة مش بس يعني اقتحمت كل المجالات ولكن ليها دور في هذا الأمر، كانت كمان صاحبة رسالة وصاحبة فكر إن هي توجه رسالة للمقبلين على الزواج حديثا. شافت كمان إن الموضوع محتاج تدخل شوية من المرأة، قالت كمان أنا ممكن النهاردة أغير في فكر المقبلين على الزواج، أغير في فكر نسب الطلاق، إن أنا أساهم بشكل إيجابي في حل سلبيات المجتمع. تجربة كانت هي رائدة فيها الحقيقة، كمان مع زوجها الأستاذ محمود وكان الدعم الأول والرئيسي في هذا المشوار. الحقيقة أنا مش هطول عليكم أكتر من كده في المقدمة، ولكن إحنا قدام نموذج حقيقي يستحق الدعم. أهلا بحضرتك يا أستاذة حسناء، شرفتينا، يعني حضرتك مشرفانا في اليوم السابع. قولي لي، لما بدأت تتشاوري مع أستاذ محمود حوالين فكرة إنك تلتحقي بالمأذونية، كانت الفكرة من عندك الأول ولا هو اللي أشار عليكي بيها؟ هو لما أنا لقيت الإعلان وبدأت أفكر، سألت، قالوا لي، سألت رئيسة الإعلام وكده ينفع تقدم وكده. أنا أصلا ليا زميلتي من أربع سنين مأذونة، فكنا على تواصل مع بعض وكده، فهي بصراحة هي اللي شجعتني الفكرة. يعني أنا كنت مستغربة على فكرة، مستغربة الموضوع وإزاي وبيتي مأذونة إزاي ومعرفش إيه وكده. قالت لي قدمت وجت لي، وهي برضه حقوقية زيي، فبس هي من المنوفية. فلما نزل الإعلان أنا بصراحة كنت مبهورة بيها، فبدأت أسأل وكده، وسألت رئيس الإعلام وقالت لي آه عادي تقدم عادي. فبعد كده لما اتكلمت مع زوجي قال لي وافق طبعا، وقال لي شجعني، لأنه هو أساسا كان اشتغل فيها فترة، كان شغال مع المأذون السابق، كان معاه، كان بيبقى معاه وكده، فهو فاهم فيها قوي. بدأت أسأل وكده، وسألت رئيس الإعلام وقالت لي آه عادي تقدم عادي. فبعد كده لما اتكلمت مع زوجي قال لي وافق طبعا، وقال لي شجعني، لأنه هو أساسا كان اشتغل فيها فترة، كان شغال مع المأذون السابق، كان معاه، كان بيبقى معاه وكده، فهو فاهم فيها قوي. وطبعا هي كشغلانة كويسة يعني، وبعدين ملمة بكل اللي أنا درسته، الدراسة اللي أنا درستها طول كلية حقوق، الشريعة الإسلامية، وهي دي كانت مادة أساسية عندنا، المذهب الحنفي، أحكام الزواج والطلاق في الأفعال الشخصية، الحاجات دي كلها أنا درستها وملمة بيها. فحبيت إن أنا أقدم، يعني هي تبقى وظيفة ثابتة، وظيفة تبقى يعني تبقى كويسة. طبعا المحاماة برضو ما كانتش وحشة، بس المحاماة اللي هي كواحدة ست كانت بصراحة مرهقة، فأنا كنت حابة حاجة برضو أكون في مجالي وفي نفس الوقت أكون مستريحة فيها. فأنا بصراحة سعيت إن أنا أمشي فيها، وهي طويلة، بتاخد وقت طويل على فكرة على ما تيجي، يعني عدد سنين. قدمتي سنة كام؟ تقريبا 2018. يعني قعدت أربع سنين على مجالك الموضوع. أربع سنين. لما جالك القرار وخلاص بقيتي مأذونة، إيه أول حاجة فكرت إنك تعمليها؟ حاجة من ناحية، يعني مثلا أنت قلت لنا وإحنا بنحضر للقاء إن في قضايا كتير أنت كنت شايفة إن هي سلبية وإن وجودك فيها هيغير، فإيه أول حاجة بقى جت في دماغك؟ المحكمة عندنا، محكمة الأسرة، قضايا الطلاق كتير جدا 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 بشكل مبالغ فيه. ولما كنا بنقعد وبنحل، يعني احنا لما كان بيجي لنا قضايا طلاق كنا بنقعد وبنحل، ومش حد يجي تقول لي انا عايزه اتطلق، اقول لها طب يلا ماشي هرفع قضيه، لا
انه لازم نعرف ايه الاسباب، ومثلا هي ممكن تكون بتقول غلط او كده، ونسمع الزوج نسمعها. ف برضو انا شايفه برضو ان انا شغلتي كمأذونه برضو، لما حد يجي يقول لي طلاق انا مش هقول له طب يلا اتطلق وما هصدق يعني، لا طبعا انا هحاول طبعا ارجعهم على في دماغهم، احاول اشوف وجهه النظر ما بينهم، احاول ان انا لو في امل ان انا اخليهم ان هم يبعدوا عن فكره الطلاق. ايه المشكله يعني؟ بالعكس يعني ان البيت يتهدم، ممكن يكون في اولاد، ممكن يكون هي الطلاق بقى في حاله استحاله العشره خلاص، محدش عارف يتدخل، محدش عارف يعمل حاجه، الاثنين احيانا بيبقى خلاص محدش عارف يتدخل، محدش عارف يعمل حاجه، الاثنين احيانا بيكون الطلاق حل لما تكون الدنيا خلاص اتعقدت والحياه مش نافعه، في استحاله عشره ما بينهم فخلاص يعني. لكن لو في امل، لو في سبب تافه، معلش يعني احنا في ايام الميديا وايام السوشيال ميديا والحاجات دي الافكار بصراحه اختلطت، واللي بنسمعه واللي بنشوفه بيخلي البنات برضو تفكيرها بتغير. ليه بقى؟ احنا بنتفرج على السوشيال وبنرمي دماغنا للحاجات دي وبنبعد عن الدين، بنبعد عن النبي قال عليه الصلاه والسلام وربنا اوصانا بيه في كتابه العزيز، الحاجات دي كلها بنبعد عنها وبنرمي دماغنا للحاجات التافهه، الست ما لهاش تعمل كذا، والست يعني المراه غير ملزمه بالرضاعه، غير ملزمه بخدمه زوجها. طبعا الحاجات دي كلها غلط وبتقوي دماغ الست وبتخليها تفكر انا زيه، طب ليه هو انا اعمل هو ما يعملش؟ لا انت ليكوا دور، هو له دور زي ما هو له دور، انت ليكوا دور. احنا طبعا لازم هننتقل للزوج. اول ما بدات استاذه حسناء تتكلم معاك في موضوع ان هي تكون مأذونه، انت ما خفتش مثلا من نظره المجتمع، وخصوصا ان احنا في مجتمع قروي ريفي، وان هذا الامر كان هيكون غريب شويه، فانت ما بصيتش للموضوع ده من الزاويه دي، ولا كان ايه اول حاجه برضو انت فكرت فيها؟ انا فكرت في ان انا اثبت وجودها باي عمل نقدر نوصل بيه لمرضات الله سبحانه وتعالى، لان الزواج عباده قبل ما يكون عاده عند الناس فهو عباده، لان ربنا امرنا بيه وقال وانكحوا الايام منكم الصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليهم. بذلك العباده يعني يستوي فيها الرجل والمراه، لان ربنا قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، فاللي يقدر يقدم حاجه للمجتمع ولنفسه ولدينه ولاخرته فلا يتاخر ابدا، سواء كان رجل او امراه. هي الفرصه كانت يعني شفت ان هي ممكن تنجح اكتر من الرجل، خاصه وان توجه الدوله بالنسبه لتمكين المراه، وسياده الرئيس لما عمل مؤتمر المراه وكذا وكذا، وهي دارسه واهل ذلك، وقلت ان انا اشد من ازرها واقويها علميا في الماده الفقهيه شويه، وعمليا برضه بممارسته وخبرتي اديها لها، وهتكون لها السبق في الموضوع. يعني انت كنت بتذاكر لها؟ كنت بساعدها بساعدها في حاجات كتير، وبنقرا وبنتناقش مع بعض فيها وبناخد الراي فيها. ولا حضرتك انا جربت في مساعده المأذون اكتر من 10 سنوات، كان قريبا لقريبي انا كان قايم بالمأذونيه وكان مسن، كنت اقوم بمساعدته والاعمال، فلقيتها مهنه كويسه وطيبه واقدر من خلالها اوصل دعوه. كان اول عقد قران، احكي لنا بقى عن مواجهتك للجمهور والمعزيم بقى، مأذونه داخله علينا. هو عامة يعني بيبقى فيه شوية ارتباك شوية، عالم جديد وحاجة جديدة أنا أول مرة أعملها، فالموضوع كان فيه شوية ارتباك في الأول، بس بعد كده بدأت أهدى وبدأت أتعامل. لازم وأنا بعقد القرآن لازم يكون صوتي عالي، لازم أكون أنا أعلى صوت فيهم، فبحيث إن الكل يبقى ينتبه ليا ويسمع. أنا المفروض إن أنا بأسلوبي وبطريقتي أخلي اللي بيتكلم لازم يسكت، لازم يسمع، ويبقى فيه هدوء كده. فتعلمت ده طبعا من اول عقد قران. طبعا اول عقد كان صوتي واطي شويه، تاني عقد صوتي عالي. من اول عقد خطبت قلت خطبه وجيزه كده عن ربنا امرنا بالزواج واحثهم على الموده والرحمه والكلام ده كله. فلازم تكون خطبة مشبعة كده وتكون بسيطة، بحيث ان انا اقربهم من بعض، افهمهم الحياة الزوجية عاملة ازاي، وان الزواج ده سكن لهم،
وستر للزوجين. فلازم ان الواحد برضو بيقول لهم خطبة صغيرة، وفي نفس الوقت يعني بيمشي الامور يعني وعقد القران وكده. ما خفتيش من الفشل انك تفشلي في الموضوع وانه اصلا لو خفت يعني انا لو خفت مش هدي. فانا طبعا لا، لازم اكون عندي ثقه في نفسي. انا ممكن اكون ارتبكت شويه، اتلخبطت، ومثلا ممكن وانا بقول الخطبه كنت اتلخبطت مثلا، او صوتي مثلا اهتز شويه، وده ناتج مثلا ان كان الخطبه لما جيت اقولها كان في ستات كتير بصراحه قاعد يسمعوني، فبقوا يعلوا صوتهم بالكلام يعني ما شاء الله كده. فبدات ارتبك، انا كنت بتكلم بدات ارتبك، بس بعد كده هديت تاني وبدات اتكلم والموضوع عدى يعني. بس ده كان في اول عقد، لكن بعد كده بقيت العقود كانت الدنيا ماشيه عادي جدا، خلاص بقى الخوف راح والرهبه راحت، وانا خلاص من اول مره قلت للناس انا شغاله، انا بعمل، انا بقول، انا بتكلم، عبرت عن نفسك يعني وفرضت شخصيتك. فرضت شخصيتي، طالما انا عملت كده اول مره خلاص الدنيا بقت عدت بقى بعد كده. طيب احنا عملنا 5 عقود قرار، حضرتك عملتي 5 عقود قرار، ايه اغرب عقد قرار كنت شهدتيه في الخمسة؟ اغرب المواقف؟ لا، هو الموقف اللي كان غريب ان كان ابو العروسة ما رضاش يدخل العروسة في الخمسة. اغرب المواقف؟ لا، هو الموقف اللي كان غريب ان كان ابو العروسة ما رضاش يدخل العروسة مكان العقد. ده انا لما بروح اول ما بقعد وببتدي اعمل شغلي والزق الورق واجيب العروسه والعريس ابصمهم، طبعا بقول لهم اول ما بدخل انا عاوزه العروسه، بتيجي تقعد جنبي ونبتدي بقى. انا ببقى متعمده ان هي تيجي عشان انا لما اجي اتكلم او اقول خطبه لازم تكون هي قدامي، ابص لها عشان اتكلم تسمع معاها. فهو ما رضاش، انا قلت له لا لازم تيجي، فلقيته مصمم ان هي ما تجيش، استغربت، فاضطريت ان انا حتى كمان ادخل ابصمها في الاوضه يعني. ده كان اغرب موقف، ان هو ما رضاش يحضر يعني العروسه. اتضايقت طبعا ان هو ما جابهاش. قول لي، ناس كتير جدا كان ليها تعليقات على هذا الامر، يمكن انا اختصيت حضرتك بالسؤال لان هو هيكون انت اللي بتقابل الناس اكتر. كان ليها تعليقات ان ليه الست تشتغل مأذون، طب الظروف الشرعيه، الموانع الشرعيه، الولاده، ان مثلا هي عرضه ان هي تمتنع لاسباب كتير. انت ايه رايك في الموضوع ده كرجل دين، ورايك في الموضوع ده كزوج لاول مأذونه تكون؟ احنا هقول لحضرتك بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه، لنستقي الشرع من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن اجماع الصحابه ومن الاستحسان من المصالح المرسله، وما وجدنا في هذه الامور شيئا يمنع ابدا على المراه او يحرج عليها ان تلي مثل هذا الامر، وبخاصه ما ذكره الامام ابو حنيفه رضي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه، وهو في الفقه صاحب باع كبير جدا، لدرجه ان كثيرا من الفقهاء رضوان الله عليهم قالوا كلنا في الفقه عيال على ابي حنيفه، اثبت في مذهبه ان المراه لها ان تنكح نفسها وان تزوج غيرها بشرط ان يتوفر فيها العداله والعلم، العداله والايه والقدره والعلم بهذا الامر، والعداله متوفره لعدم الفسق او عدم تعرضها لامور خارجه والعياذ بالله، وفهمها او المعرفه اللي فيها بدراستها ووعيها فلا حرج. وقال غيره بان المراه عملها كمأذونه لا يتعدى ان تكون مجرد موثقه او كاتبه، فلا يعني يختلف ابدا عن اي عمل تقوم به المراه، اي مهنه تشارك فيها من هندسه او طب او صيدله او شرطه او محاماه او كذا، فلا حرج ابدا. فهذه الموانع لا تمنع المرأة من القيام بعملها أو بأعبائها أبدا، خاصة وأن كما تعلمنا في الفقه أن المحظور على الحائض مس المصحف والمكث في المسجد وإتيان الصلاة، أن السيدة عائشة بأن نعيد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ولا نعيد الصلاة. المفروض المرأة تترك الصلاة وتبعد أو تمسك، ولا تمس المصحف ولا تمكث في المسجد، غير كده تذكر الله وتقرأ القرآن مما تحفظ أو من الموبايل أو من كذا أو من كذا، وتمارس عملها ولا حرج فيه. وهذا رأي دار الإفتاء المصرية وما يعمل به المعتدلون من أهل الشرع الذين ننهب بنهجهم وندين بدينهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى قبوله. أستاذة حسناء، وحضرتك دلوقتي يعني تعتبري نموذج للسيدات
ناس كتير شايفة ان او سيدات كتير كانت شايفة ان التجربة بتاعت حضرتك في دمياط تحديدا كأول مأذون، ويمكن في حد تاني برضه في قرية أخرى، وحضرتك كده شايفة انك بقيتي نموذج، ده فرض قيود شوية عليكي، يعني انك هتتعاملي بشكل معين زي مثلا، طبعا تمام بعيدا عن هذا الامر، لكن في ناس اتكلمت انك معرضة للطلاق، تمام فده برضو يعني امر من ازاي الامور. اطلقه انا وازاي وهي كده انا مطلقه وازاي هبقى نفسيا تعبانه امور بالظبط. هو المأذون مش من حقه انه يطلق كراجل، يعني يعني هو كراجل لو هو مطلق لو بيطلق مثلا نفسيا هيبقى تعبان يعني ولا ايه بالظبط؟ دي حاجه ودي حاجه، يعني المفروض الاساس ان البني ادم في شغله بيفصل، يعني انا مثلا لو تعرضت لا قدر الله طبعا يعني طبعا لا حاجه قدر زي الله، دي دي ممكن تكون تعليقات كانت خشب جد. يعني. لا ما احنا خلاص احنا كنا مصممين على وجود استاذ محمود عشان هذا الامر يعني. ف ايه ده شغلي، لازم افصل، لازم افصل بين شغلي وبين حياتي الشخصيه، لازم افصل في اي حاجه مش كمأذونه بس، في عملي كمحاميه، في عملي كاي واحده بتعمل اي شغل لازم تفصل عشان تدي، اما كده مش هتعرف تدي. يعني مثلا المعلمة لو مطلقة مش هتدي، مش هتعلم الأولاد، مش هتعمل تعبها النفسي والحاجة دي، دي حاجة شخصية لازم تفصل عشان تعرف تدي في شغلها. اتعاملت ازاي مع التعليقات السلبية اللي وصلتك أول ما أعلنت إنك بقيتي مأذونة؟ لا تجاهلتها، أنا بصراحة تجاهلتها، أنا بصراحة يعني معظم التعليقات هو كان في سلبي بس كان الإيجابي أكتر، أنا من وجهة نظري الإيجابي أكتر. وزي ما في ده لازم يكون في ده، لازم يكون في نقد، زي ما يكون زي ما في ناس متقبله، لكن في ناس بتنقد المرأة وبتنقد ان هي تبقى مأذونة وشايفة ان ده غلط، بس ده بيرجع لقيمة الوعي بعد عن الدين الاثنين، يعني اللي هما بيتكلموا في حتة الشرع معلش هما بعاد عن الدين اصلا في الكلام زي ده، لان الشرع ما يعني اباح كده، يعني الشرع اباح المرأة وعمل المرأة، فايه المشكلة يعني؟ كل اللي بيشوفوكي ممكن تقولي لهم ايه؟ كل اللي بيشوفك اقول لهم ربنا يوفق الجميع في كل حاجه هو عايز يعملها، والموضوع بسيط يا جماعه وسهل، مش محتاج التعقيد اللي احنا معقدينه ده، الموضوع سهل، يعني المراه كمأذونه هي موثقه، بتوثق عقد، مش بتعمل حاجه يعني هي بعيد عن الدين في حاجه ولا اللي هي مخالفه للشرع في حاجه، بالعكس هي بتوثق، ده بالعكس هي ممكن تكون في حاله الطلاق ممكن تكون مصلحه، ممكن تصلح في حاله الزواج، ممكن تقول خطبه وجيزه توجهها للعروسه تخليها تفهمها نقطه هي مش فاهماها. بنختم لقائنا مع حضراتكم أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، كنا في ضيافة أول مأذونة في محافظة دمياط الأستاذة حسناء صلاح، أيضا كان معنا زوجها الأستاذ محمود الداعم الأول ليها. إحنا عرضنا لحضراتكم وجهة النظر، عرضنا لحضراتكم نموذج إيجابي، حاولت إن هي تشارك في يعني مواجهة سلبيات المجتمع منها حالات الطلاق، أيضا ما نشر على السوشيال ميديا بخصوص المرأة والتزامات المرأة حيال زوجها وبيتها، يمكن هي كان لها رسائل كتير وجهتها خلال هذا اللقاء. بشكركم جدا وأنا بشكر حضرتك.